الثقافه في الفتره اللي فاتت في مصر ابتدت تكبر بشكل سريع، ناس كتير ابتدت تبقى ليها انتماء للفرق بتاعتها، ابتدوا يبقوا لعيبه وبعدين يبقوا مدربين وابتدوا يليدوا الفرق بتاعتهم، فهي جينيريشنز بتبيل جينيريشنز ورا بعض. يعني البطولات اللي جايه مش هتلاقوا نفس الاشخاص اللي انتوا شايفينها قدامكم هي اللي قاعده، الدنيا بتتجدد على طول مع على طول في مصر هنا، وده اللي حاجه اللي بتساعد مينلي ان هي تكبر اللعبه. في الفتره الجايه ان شاء الله ايجيبشن فيدريشن اوف امريكان فوتبول هي الليدر الرئيسي للعبه في مصر، ان شاء الله هيبقى عندها ديفلوبمنت بلانز قويه جدا. هايدي تيم كابتن البيرز، انا شايفه ان كده كده في مصر اي رياضه بنت بتلعبها بتتشاف ان هو ازاي بنت بتلعب رياضه اصلا، فبالذات مع اللعبه بتاعتنا الموضوع اصعب شويه لان هما بيشوفوا الافلام ويفتكروا ان احنا عنيف زي كل دولت او كده، بس بالعكس هي اللعبه مش عنيفه طالما بنتعلم بالطريقه الصح وكله بيبقى يعني within the safety. فاتم سلام من جاكوارز. سو دي تاني مره ليا في مصر، الحمد لله مصر جميله والقاهره جميله قوي، اول مره ما لحقتش اشوف كذا حاجه بس المره دي ان شاء الله يبقى ليها وقت. دي اول مره في الاولمبيات السنه دي هيبقى زي البنات زي الاولاد في العدد، زمان كان عدد البنات بيبقى قليل شويه بس دلوقتي بقى زي البنات زي الاولاد، فدلوقتي الرياضه عامه بقت مش حكر على الاولاد بس، بقت بنات ولاد زي بعض. وعندنا في المغرب الموضوع ده بقى منتشر شويه الامريكان فوتبول، يعني ممكن تيجي بنت تجرب مره واحده خلاص يعني تبقى مش عايزه تسيب الرياضه دي عشان حاجه مختلفه جدا على الرياضات التانيه. كويس ان دي فرصه ان احنا نغير المفهوم ده ان هي لعبه زي اي لعبه، يعني انا قبل اللعبه دي كنت بلعب هاندبول وبلعب تجديف، وانا يعني بشجع البنات او السيدات ان هي تشارك لان هي لعبه بتعلمنا كتير كتيم ورك، بتعلمنا استراتيجي ازاي نفكر، مش لعبه بس جسديه، هي لعبه فيها منتاليتي عاليه جدا. حابب اشكر زاد ان هم قدروا ان هم يهوز او يكونوا هم الايفنت موجوده هنا، في شغل كتير قوي اتعمل عشان الايفنت ده يبقى بحاجه كويسه، فان شاء الله يعجب كل الناس. وحابب طبعا اشكر كل الناس اللي كانت موجوده هنا معانا، الصحفيين اللي موجودين معانا النهارده، ان هو بدوركم ده بنقدر ان احنا نكبر ونوصل باللعبه دي.